السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. فالنهار إن شاء الله نقدم لكم واحد حلقة خاصة بالطلق الصناعي. يعني كل مربي أرانب عنده هذا المشكل ديال كيعطي نتوى الذكر كتحمل، يعني كاين عملية الجص كل شيء عادي. ملي كي يكون قيد التاريخ سمو كيوقع ملي كيوصل يعني 33 يوم كيتفاجأ أنها ما ولدتش، كيفوت يوم 34 يوم 35 صافي 36، كاين اللي كتبقى حتى 40 يوم وهي باقا ما ولدتش. سمو كيوقع انها كيوقع تحجر ديال الجينات في البطن ديال الانثى، ما كتقدرش ترمي ما كتقدرش تولد، يعني كيبقاو هكذا في الكرش حتى كيتفاجئ. يعني ما يعني المعلومه الا ما كانش عنده ديال كيفاش يتصرف سمو كيوقع ان كيخليها حتى واحد النهار كيلقى باللي هي رماتهم، ولا كيرماتهم حتى كبروا في الكرش، ولاو نقولوا مثلا فيهم واحد 10 سنتيم في الواحد. يعني 10 سنتيم في الواحد، تخيلوا انها يكون عندها غير واحد 10 مثلا ولا 8، يعني واش الرحم ديالها غادي يتقبل انه غادي يرميهم ولا ما غاديش يتقبل؟ يعني مسكينه غادي تتشرق، غادي يعني تحل بواحد الطريقه بشعه، وغادي تضطر انها غادي تموت، وتا الاجنه غادي يخرجوا ميتين 100%. اذا ما العمل سمو غادي نديرو؟ يعني سمو هو التصرف اللي غادي نديرو حنا الا بغينا حنا نتحكموا في الطلق الصناعي ديالها. يعني هذيك شحال من واحد غادي يوصل لهذيك المرحله، غادي يتلف، غادي يقول اش غادي ندير انا؟ بالنسبه للادويه كاينه ليبرا ديال لوكسيتوسين. المشكله ديال هذه ليبرا ديال لوكسيتوسين انها ما توفراش في المغرب كامل. انا كنت هضرت مع شي ناس في لي كومونتير قالوا لي بلي قلبوا عليها في البلاد ديالهم، حنا في المنطقه الشرقيه متواجده، يعني فايت مخدمها، ولكن كاين ناس اللي ما عندهمش هاد ليبرا. وليبرا ديال لوكسيتوسين ضروري تكون عندك، يعني ضروري تخدم الطلق الصناعي. ما يمكنش انك غادي تخلي الارنب ديالك بلا ما يرمي هذوك داك الاجنه اللي في كرشو، لان فات الوقت ديال بحال نقولوا المراه الحامل، نقولوا الله يسر وصلت 9 شهور ما ولدتش. يعني اغلب كاين اللي كتولد على 7 شهور، كاين اللي كتولد على 8، كاين المهم خاصها في الاخر تولد. تخيلوا انها ما كتولدش. هاد الاوكسيتوسين راه كتعطى حتى الام يعني في الانسان، يعني المراه كتعطاها واحد ليبرا كيقول لك باش تسهل عليها الولاده، كيعطيوها باش ما كتوجعش. هي هذيك ليبرا شنو كدير في الحقيقه؟ كتبقى دير تقلصات على مستوى الرحم، يعني الرحم كيترخى وكي ممكن انه كيساعد المراه انها تولد. كذلك بالنسبه للارانب، وكذلك بالنسبه لجميع الحيوانات كاين ليبرا ديالهم اللي ملي كتدقها لهم كتسهل عليهم عمليه ديال الولاده. ارانا الناس اللي ما عندهمش هاد ليبرا متاحه في البلاد ديالهم، لان كاين الناس اللي مربين ارانب في واحد يعني قريه صغيره ولا بلد صغير ما كيلقاوش هاد ليبرا، اش غادي يديروا؟ واش يخليو الارانب ديالهم يموتوا؟ الحل وهو كالتالي، حل سهل وبسيط، وهو نبتة الشيح. الشيح الناس اللي ينسموا به القهوة، ملي كتبغي تشرب القهوة كيديروها كتنسيمة، هذاك الشيح ممكن أنكم تلقاوه يعني كأعواد طويلة، وممكن تلقاوه يعني كيتباع كبودرة. هي ماشي بودرة بحال اللي نقولوا هذيك الأعواد مطحونة، يعني فيهم تقريبا سنتيم نص سنتيم. هذوك الاعواد ممكن تشريو درهم جوج دراهم كيعطيكم واحد الكميه. اشنو غادي ديروا؟ غادي تشدوا هذاك الشيح وتطبخوه مع واحد شويه ديال الماء عادي في واحد كسرونه، وغادي تشدوا هذاك الماء تصفيه صفايه، يعني ما تعطيهمش الشيح كنبات، كتعطيه غير الماء ديالو. اش غادي يدير هذاك النبته ديال الشيح؟ الماء ديال الشيح تخليه شويه يبرد وديروه في واحد ليبره، يعني تعطيهم ماشي تكبوه لهم في الماء، وانما تعطيه لهم مباشره في الفم. يعني كونوا متاكدين ان يعني نبته معجزه. انا كنعتبرها نبته معجزه. علاش؟ لان في البلاص كي كتذوب
الناس اللي بغاو يديروا الطلق الصناعي يعني في 33 يوم الارنب كيحدث عندها تقلصات على مستوى الرحم يعني كيترخى الرحم وكتقدر انها تولد في الحين. تخيلوا ان 10 دقائق كتولد. الناس اللي فات العمر ديال يعني التاريخ ديال الولاده وما قدرتش ان الانثى تولد سمو كيوقع عندها ان هذوك الجينات كيذوبوا يعني كيذوبوا ان هذه مجربه طريقه مجربه كيخرجوا على شكل دم سبحان الله. المهم كيكونوا تقلصات الا ما خرجتهمش حيين كتخرجهم ميتين. المهم كتحافظ على الام. حنا من هذا في هذا الفيديو هذا حنا كنهضروا على اما تخرجهم احياء اما نحافظوا على الام. يعني شحال من واحد عنده ام يعني خدامه معاه مزيان مريقله ووقع لها المشكل ديال التحجر ديال الاجنه سمو كيوقع صافي كيبقى يشوف فيها حتى كتموت قدامه. هذه معلومه واخا ما تكونش عندكم هذا المشكل زيدوا هذه المعلومه في راسكم وضيفوا هذا النبات هذا للصيدليه الصغيره ديالكم اللي عندكم في المنزل ديالكم ديال الارانب. حطوا واحد شويه ديال الشيح لان بخطرات كتكون حاله طارئه او الليل ما غاديش تلقاو الحوانات ما تلقاوش العطار. شريو واحد درهم ولا جوج حطوها في واحد القريعه وخليوها. منين تشوفوا يعني الام يعني ما باغاش تولد وفاتها الوقت صافي مباشره كديروا هذه الطريقه هذه كتغليو يعني كديروه يفور هذاك الماء حنا كنسميوه ماء مغلى ديال 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 الشيح نبات الشيح. وكونوا متاكدين انكم غادي تشكروني بزاف. الناس اللي عندهم هذا المشكل هذا غادي يشكروني بزاف لان في الحق انا كنعتبره نبته معجزه سبحان الله الله عطيها لنا. الفيديو ديالنا راه سهله. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا وتكيو على زر الجام كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.